العافية عمي. وعليكم يا سيدي. عمي ايش هنسوي هلا اليوم؟ اخي نحن من عناصر كتائب شهداء بدر نقوم بتنظيف الحارات الشعبية في بني زيد وفي السكن الشبابي بتوجيه من القائد. نقوم بتنظيف المناطق المنكوبة رغم هذه الظروف التي نعاني منها من القذائف ومن الاشتباكات التي تقوم على كافة العناصر والمدنيين. ونحمد الله على كل حال. هلا الشغل كله عم يصير بالتزامن مع اشتباكات بحي الأشرفية صح؟ نعم نعم. والاشتباكات بين مين جارية؟ اشتباكات جارية بين قوات الأسدية الظالمة والشعب الأعزل. الله يعطيك العافية. الله يجزاك خير.